اليوم بنتذكر الذكرى 25 لمذبحة سربنيتسا اللي اختفى فيها ما لا يقل عن 11,000 إنسان من سربنيتسا في البوسنة بعد ما قوات الهولندية سلمت قوات الحفظ السلام الهولندية سلمت هذه المدينة للإرهابيين الصرب، واختفى من المدينة ما لا يقل عن 11,000، لم يجدوا من رفاتهم إلا أقل من 9,000. واليوم إن شاء الله هنا في مدينة برمنغهام الساعة 11 تقريبا، بعد الساعة 11 هنمتي 11 كيلو ونتذكر ال 11,000 اللي اختفوا، وإن شاء الله ندعو لهم. إن ومعايا الشباب هنا اللي هم استطوعوا إنهم يمشوا معنا هذه المسافة. نيتنا اليوم إننا نرفع الوعي عند البشر في العالم كله على المذبحة دي اللي كانت تتكرر مع أي ناس في العالم سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. نحن نرفضها تماما تماما تماما، وفي نفس الوقت احنا نحاول نجمع اكبر قدر من الاموال والدعم منكم ان شاء الله. الرقم السري بتاعنا النهارده اللي هو كثره الصلاه والسلام على رسول الله، وكلما ازددنا في الصلاه والسلام على رسول الله كلما ازداد الدعم المعنوي والدعم المادي الى اخره. فلذلك الصلاه والسلام على رسول الله هيكون بينكم انتوا وانا والاخ اللي حامل اللي هو الميموري ستيك دي في ايده، وكل واحد بيشاهدنا يزود الصلاه والصلاه والسلام على رسول الله. لو احنا قعدنا في خلال الثلاث او الاربع ساعات اللي احنا بنصلي فيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو احنا ازددنا فيهم هيزداد لنا الدعم المعنوي والدعم المادي. احنا هنبدا المشي الان. الآن نحن وصلنا إلى شارع ستراتفورد، وأيضا هذا الشارع من الشوارع المهمة جدا في برمنغهام، واللي أنا حضرته في أوائل الثمانينات أو منتصف الثمانينات كان شارع ميت ميت ميت، واستطاعت الجالية الأسيوية والصومالية والعربية والهندية إلى آخره أن تعمل كل هذه المحلات، فتكون هذا الشارع أحد أعلام الاقتصاد البريطاني في مدينة برمنغهام اللي احنا ماشيين فيها دلوقتي. احنا الان تقريبا مشينا قرابة 6 كيلومترات من 11 كيلومتر الحمد لله، ودي المحطة الثانية اللي احنا بنكلمكم فيها، وقدامنا مدار 5 كيلومترات هنمشيها في شارع ستراتفورد الى ان نصل الى وسط المدينة ان شاء الله. ارجع واذكركم مرة ثانية بالدعم اللي احنا عايزين منكم. اليوم احنا بنتكلم عن مذبحة سربنيتسا والذكرى 25 لهذه المذبحة التي أدت إلى اختفاء ما لا يقل عن 11,000 نسمة، لم نجد من رفاتهم إلا أقل من 9,000 جسد يعني، واللي راح ضحيتها هذا العدد الغفير في البوسنة بعد أن تخلت قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام عن البوسنويين المحاصرين في هذه المدينة، وأعطت هذه المدينة للإرهابيين من الجماعات الصربية. نحن لا نقف فقط عند سربنيتسا كما قلت من في الماضي، ولكن نتذكر أيضا ما يحدث لليوغور في الصين، وما يحدث للروهينجا في ميانمار، وما يحدث لليمنيين في اليمن، والأريتريين أيضا الذين هم مشوا ولا يذكرهم أحد في العالم أبدا، ولهم ما لا يقل عن 400,000 شخص يعيشون كلاجئين في داخل السودان منذ السبعينيات. ولا ننسى أيضا سوريا وقضية سوريا التي هي تعتبر يعني لا أريد أن أصفها، تعتبر يعني سبة في جبين، هي وقضية اليمن سبة في جميل كل إنسان، وليس إنسان عربي أو مسلم فقط، لكن كل إنسان في العالم وكل مؤسسة العالم من آخره. وذلك وكذلك قضية كونغو الديمقراطية التي أتحدث عنها كثيرا كثيرا كثيرا، المنهوبة والمسروقة من دول غنية ودول تدعي الإنسانية وتدعي الحضارة وتدعي إلى آخره. فهذا اليوم نتمنى منكم أن تساعدونا، فيه الروابط موجودة في الأسفل، تساعدونا
في جمع المال ورفع الوعي لقضية سربنيسة في البوسنة ودعم النساء هناك من الأرامل لكي يستطيعوا أن يتكسبوا ويعيشوا عيش كريم. في هذا الأمر في مجمعيتين، في إغاثة الإسلامية موجودة الرب بتاعها في الأسفل، وفي كذلك اللي هو تذكروا سربنيسة ريمبرنس سربنيسة أيضا. ثم الحمد لله نحن استطعنا نمشي هذه المسافة 11 كيلو و180 متر في أكثر من 4 ساعات لكي نتذكر المذبحة التي حدثت في سربنيسة من 25 سنة ورضاح رحيتها الآلاف من الناس. اختفى 11,000 لكن لم نجد رفات إلا أقل من 9,000. نحن وصلنا هنا هنا إلى حديقة السلام، The Garden of Peace in Birmingham. وصلنا هنا لكي نعلن رسالة السلام للعالم كله.